يواصل المنتخب الجزائري لكرة القدم تحضيراته في أعالي كرومونتانا في سويسرا، حيث تضاعفت وتيرة العمل وبدأ الطاقم الفني بقيادة المدرب رابح سعدان العمل الفني والتكتيكي، وهو ما لاحظه اللاعبون وبدأوا يتعودون عليه. تدربنا جيدا اليوم، إنه شيء جميل أن تدعب الكرة بعد أيام طويلة من العمل البدني، ولمس الكرة مع الزملاء شيء مميز. مررنا بفترة إضافية في التحضير ونشعر الآن بنوع من التعب، لكن يبقى هذا هو التحضير، فهو الشعور بالألم حتى تكون جاهزا للمنافسة. المنتخب الجزائري شهد أيضا زيارات عدة لشخصيات رياضية وأخرى تشارك في الظل في تهيئة الأجواء والمناخ ممثل العربي الوحيد في المونديال، حيث قام الدكتور محمد غانم العلي المعضيد المدير العام لمستشفى جراحة العظام والطب الرياضي في قطر بزيارة للمنتخب في فندقه، والتقى رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم محمد روراوة الذي أهداه قميص الخضر موقعا من جميع اللاعبين. الهدف واحد، يعني احنا في النهاية المنتخب الجزائري يمثلنا في قطر، يعني احنا لو تسأل اي شخص ما اعتقد في قطر الوطن العربي كله يعني عن موضوع المنتخب الجزائري هو منتخبنا الحين ما في كلام. فلما يعني طلبوا منا الاخوة ان نكون معاهم، طبعا هي اول شيء شرف يعني ان تدعى لمهمة، فطبعا احنا رحبنا فيها وشكلنا منها فريق متقدم، وتمت الاتفاق بيننا وبينهم على الأشياء ووقعنا عليها وبسرعة يعني انتهينا من الموضوع خلال أقل من أسبوع. أما عشاق محاربي الصحراء فيواصلون التهافت على الفندق الذي يقيم فيه المنتخب وينتظرون حتى ساعة متأخرة من الليل من أجل الظفر بصورة أو توقيع. يوميات لاعبي المنتخب الجزائري تتواصل كثيفة بين التحضيرات الرياضية الفنية البدنية والتكتيكية وأيضا الصحية. أما الأنصار فيأتون يوميا إلى فندق المنتخب وجميعهم ينتظر ساعة صفر ودخول محاربي الصحراء إلى منافسات كأس العالم في جنوب أفريقيا. محمد الوضاحي، الجزيرة الرياضية من كرومونتانا في سويسرا.